هدول التقرحات ممنوع نشوفهم أكثر من أسبوعين. استشارة الطبيب كتير ضرورية. أي تقرح رح نشوفه على البشرة أو داخل الفم بتجاوز مدة أسبوعين، بدنا نفكر إنه هذا الموضوع شوي خطر وبيحاجة لاستشارة الطبيب. هون دورنا بيجي لنشوف نحنا كلينيكالي شلون حيكون هذا التقرح، شكله، قساوته، مؤلم، هل في خدران بالمنطقة، هل الأعصاب المجاورة متأثرة، هل كبر بشكل كتير كبير. لنقدر نميز بحاجة لإجراء خزعة بسيطة نشوفها تحت الميكروسكوب ونشوف هذا التحول النسيجي، هل هو تحول خبيث أو تحول سليم، وعلى أساسها بيتم العلاج. حقيقة للأسف معظم الأورام الخبيثة أو الأورام السليمة اللي انتشرت ضمن المنطقة أو انتشرت ضمن الجسم هي كان سببها سوء المعالجة الأولي وعدم إجراء التشخيص الصحيح والمعالجة الصحيحة بداية. جسمنا هو كيان واحد، أي تقرح أو تورم بسيط بعضو من الجسم لازم نفحص الجسم كامل، في سكان خاص، MRI خاص ليقدر يعطينا وين مصدر التقرح الرئيسي، مش ضروري يكون وين ما شفنا هو يكون المصدر. هذا كتير مهم بالتشخيص، والأشعة هي اللي بتوضح هذا الأمر لنعمل العلاج الأفضل ويكون سيف ونحافظ على حياة المريض. من المشاكل الكتير اللي بنشوف فيها انتشار الورم بشكل واسع وكتلة واسعة هو التداخل الخاطئ عليها، بحيث حتى لو تم إجراء خزعة غير صحيحة ومدروسة بتأدي إنه الورم يكون very aggressive وينتشر بنفس المنطقة، وممكن يكون انتشاره أكثر بأعضاء من الجسم. لنكون آمنين نجري الخزعة بشكل صحيح ونكتشف الورم بشكل صحيح، وبطمنكم أن الأمور كلها بتكون بخير بإذن الله.